مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر. كالمعتاد دائما نبدأ حلقتنا بمجموعة من الأخبار الخاصة بمجتمعنا الجامعي. أولى أخبار اليوم، رؤساء اتحاد طلاب 10 جامعات يرفضون اللائحة الطلابية. وتفاصيل الخبر تقول: هدد رؤساء اتحاد طلاب 10 جامعات والمعارضين للائحة الطلابية بتصعيد موقفهم في حالة عدم موافقة دكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي على التعديلات التي سيعرضونها في اجتماع أمناء اتحاد الطلاب معه. ووصف الطلاب خلال مؤتمر صحفي نظموه بمقر اتحاد طلاب جامعة القاهرة وزير التعليم العالي بوزير الصمت، وذلك لتهربه من توضيح موقف الوزارة في مدى شرعية اتحاد طلاب مصر الوهمي على حد قولهم. الخبر الثاني، وزير التربية والتعليم يعترف: مطالب المعلمين عادلة ولكنها غير عاجلة. أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الكادر سينفذ بأثر رجعي اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، وقال أن الوزارة تتفهم مطالب المعلمين العادلة وتعتبرها في الوقت نفسه غير عاجلة نظرا لظروف الوطن. الخبر الثالث معنا في هذا اليوم، إعادة هيكلة التعليم المفتوح في مؤتمر بجامعة القاهرة. تنظم جامعة القاهرة الأسبوع القادم أول مؤتمر جامعي لبحث إعادة هيكلة التعليم المفتوح في الجامعات المصرية. وقال مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح أن المؤتمر يناقش جميع القضايا المتعلقة بهذا النمط التعليمي، ومنها أساليب وطرق التدريس المقدمة للطلاب وتوظيف تكنولوجيا التعليم ونظم الاختبارات. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستقبال ضيوف حلقة اليوم من مصر. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في استوديو من مصر. ودعونا نرحب بضيوف اليوم: سيادة اللواء طه سيد طه، نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية سابقا، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. والأستاذ حسن أبو العنين المحامي بالنقد، أهلا بحضرتك معنا مجددا ودائما بمشيئة الله. أهلا بك. العدل أساس الحكم، ومقام العدل في أي أرض وأي مكان على وجه الأرض هو القضاء. مظبوط. القضاء المصري هامة عالية وقامة كبيرة، له كل التبجيل وكل الاحترام وكل الإجلال، سواء القضاء أو المحاماة وهي رسول المجني عليهم والمظلومين للقضاء. مظبوط. لو بدأنا سيادة اللواء وعرفنا شبابنا بمعنى كلمة قضاء وارتباطها بالعدل، ممكن نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة القضاء أو السلطة القضائية ده ركن من أركان ثلاثة موجودين في كل الدول المتمدنة، كما هو معروف: في سلطة قضائية، في سلطة تنفيذية،
في سلطة تشريعية. ودائما كل دساتير العالم بتنص على استقلال كل سلطة أو الفصل ما بين السلطات. نقدر نقول السلطة القضائية منوط بها إقامة العدل أو الفصل ما بين المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في أي مجتمع. طبعا كما هو معروف في علاقات بتبقى ما بين أفراد المجتمع، قد تكون هذه العلاقات تجارية، مدنية، في مشاكل أسرية، في جرائم بترتكب، المنوط بالعدل هو تحقيق أو منوط بالقضاء هو تحقيق العدالة في المجتمعات الحديثة. كان في القدم اللي بيقوم بتحقيق العدالة أو بيقوم مقام القضاء هم الرسل أو رجال الدين. حاليا بقى في نظام قضائي موجود هو اللي بيقوم بهذه الرسالة، وهو لا يبعد كثيرا عن الأديان السماوية والشرائع. طبعا هو رسالة العدل. العدل هو المنوط به الفصل في المنازعات وإقامة العدل ما بين المواطنين في المجتمع. جميل. حضرتك تفضلت وقلت الفصل بين السلطات، هل معنى ذلك أستاذ حسن إن ما فيش تفاعل أو علاقة تعاون أو خطوط اتصال ما بين هذه السلطات المختلفة؟ لا، هو طبعا لازم يكون هناك مش خطوط اتصال بس، لا، هناك تعاون لتحقيق الغرض الأساسي من الثلاثة سلطات، وهي خدمة الشعب والقيام على الدولة. لكن هذا التعاون وهذا الاتصال بينهم بعضهم لا يسلب سلطة من أحد السلطات ويعطيها إلى الأخرى. يعني ما ينفعش مجلس الشعب مثلا وهو السلطة التشريعية والمنوط له بالتشريع أن يحكم في قضية أو يشكل لجنة تقصي حقائق كما حدث قبل ذلك للبحث في جريمة معينة زي جريمة مذبحة بورسعيد أو قتل المتظاهرين أو الآخر. ده ما يعتبرش فصل ما بين السلطات، بل العكس، ده تداخل من السلطات وتداخل قوي جدا. زي برضو قرار السيد الرئيس لما لغى حكم المحكمة الدستورية، ده يعتبر تعدي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. فالتعاون لابد، هو الدساتير بتقسمهم ما بين ثلاث سلطات عشان كل واحد يبقى يختص بعمل معين، ولكن في النهاية كلهم متشابكين في شبكة واحدة أساسها وهدفها خدمة المواطن والقيام بالدولة لتحقيق الأغراض المنوط بها. هو برضو أنا عايز أضيف لقول الأستاذ حسن أن رغم أن في فصل ما بين السلطات الثلاث إلا أن كل سلطة بتراقب السلطة الأخرى. ده الحقيقة كان سؤالي التالي لحضرتك. من يفصل في النزاع بين هذه السلطات؟ لا، ما احنا بنقول يعني السلطة التنفيذية بتراقب من السلطة التشريعية عن طريق الاستجوابات وطلبات الإحاطة، بتراقبها في كل أعمالها وبتنقطها. السلطة التشريعية برضو بتراقب من السلطة القضائية في السلطة التشريعية، السلطة الأعلى. السلطة التشريعية مهامها سن وأصدار القوانين. فيه المحكمة الدستورية العليا بتراقب دستورية القوانين، بتشوف النص التشريعي أو اللائحة اللي موجودة اللي بتخرج عن البرلمان هل هي متوافقة مع مواد الدستور أو غير متوافقة. إذا كانت غير متوافقة فبطرق معينة في الدعوة الدستورية بتقضي بعدم دستورية هذا القانون. وفي هذه الحالة دي الحقيقة بتبقى فيها رقابة من السلطة القضائية، رقابة وليس تدخل. رقابة كما هو الحال بالنسبة للبرلمان لتعديل المسار إذا خرج عن الشكل القانوني لتصحيح المسار المواطنين اللي هم موجودين في الدولة. إذن ما هو مضمون فكرة استقلال القضاء؟ هو استقلال القضاء وحصنت القضاء دي دعامتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. ده مش حق مقرر للقاضي، ولكن دي ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
لما بنقول حصانة عشان خاطر القاضي وهو بيفصل في نزاع معين ما يبقاش فيه تخوف من أي سلطة أو جهة معينة لا يراقبه إلا ضميره والقانون، لا يخضع في الرقابة إلا لضميره والقانون. نعم. ولكن إذا كان مفيش ضمانة الحصانة لي والاستقلالية، نعم، إذن لا يمكن إن احنا نقدر نقول إن القاضي يقدر يفصل في النزاع بالعدل خشية أن يلام، خشية أن ينقل. عشان كده الدساتير كلها، دساتير في الدول المتمدنة، نعم، بتتكلم عن استقلال القضاء وحصانة القضاء. يعني عندنا المادة 165 من دستور 71 اللي هي بتقابلها المادة 46 من الإعلان الدستوري، السلطة القضائية مستقل وتتولاها المحاكم. جميل. ده نص دستوري. نعم. كذلك الأمر الدستور برضو في المادة 64 من 71، سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. نعم. كما هو الحال برضو المادة 65، تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. يعني عايزين نقول الاستقلال والحصانة للقضاء ده أمران مهمان لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. جميل. المبادئ دي أساسية وليست جديدة، وتم إرساءها من قديم الأزل. المشكلة اللي احنا واقعين فيها في المجتمع المصري دلوقتي، ليه ظهر فكرة استقلال القضاء وكأنها هدف في حد ذاته يرنو إليه القضاء في الوقت الحالي، بالرغم من انها مبدأ أساسي وموجود من قبل؟ هو القضاء، بعد إذن حضرتك، القضاء مش هدفهم استقلال القضاء، هدفهم المحافظة على استقلال القضاء. نعم. لأن القضاء كان طول عمره مستقل. نعم. ولكن مع بدء وضع الدستور الجديد ابتدت تثور بعض المشاكل في بعض الألفاظ الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد. نعم. من ضمنها مثلا النيابة الإدارية، وإن هي هيئة وليست سلطة. نعم. من ضمنها مثلا تعيين النائب العام والمدة قد إيه، ومن له حق تعيين النائب العام او عزله او الى اخره. يعني هو طول عمره كان بيعين بقرار من السيد رئيس الجمهوريه والى ما يموت او يطلع على المعاش او اذا استقال. هو دلوقتي المسوده بتاعت الدستور لمده 4 سنوات، ويختاره او يرشحه مجلس القضاء الاعلى، ويتم تعيينه بمعرفه السيد رئيس الجمهوريه. هنا تدخل السلطة التنفيذية، تدخلت في وضع النائب العام. النائب العام ده هو وكيل المجتمع كله، وهي صورة أخرى من صور التدخل، محاولة فرض السلطة من قبل السلطات الأخرى. أيوة. اللي احنا بنقول عليها ابتعدت قليلا عن مبدأ استقلال. عايزة تبتعد هي. نعم. لغاية دلوقتي ما حققتش الهدف. نعم. ولكن عايزة تبتعد بنظرية استقلال القضاء، لأن هو القاضي حضرتك في الأول وفي الآخر بشر. نعم. بيروح قدامه 2 متخاصمين متعاركين بينهم من بعض مشكلة، بيحتكموا إليه طبقا للقانون اللي بيحدد الحقوق والحريات عشان يفصل ما بينهم ويراقب كل واحد، انت ليك حق ده وده ليه الحق ده، ويصدر قرار. هل حضرتك يصدر قراره وهو مرتعش اليد؟ هل يصدر قراره عشان خاطر فلان قال له؟ هل يصدر قراره عشان خايف بكرة الصبح يتنقل ويبعد مثلا من جنب بيته مثلا أو أي سبب؟ لابد أن يكون مستقلا. وهي الحصانة التي تحدث عنها اللي هي الحصانة اللي هي الحصانة اللي اتكلم عليها، وعدم القابلية للعزل. طبعا ده بالنسبة للنائب العام والقضاء كلهم جميعا، القضاء كلهم غير قابلين للعزل. ومش عايزين نقول برضو اضافه صغيره، مش عايزين نقول ان هم كده بيتصرفوا من دماغهم، هم منهم فيهم. خلينا هذا الحقيقه النقطه في السلطه القضائيه. يعني اثاره الموضوع جت من خلال اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور. مظبوط. والقائمين على وضع الدستور وعلى راسهم مستشار حسام الغرياني وقاضي ومجموعه من القضاه، فلما الخلاف؟
أنا أكرس لاستقلال القضاء وأؤكد على مبادئه. هو الحقيقة مصدر الخلاف فين؟ الحقيقة في الجمعية العمومية للدستور، نعم، أو الهيئة التأسيسية للدستور، نعم، يمكن ما تكلمتش كتير في موضوع استقلال القضاء، بل هي بتقر، نعم، هي حاولت الجور على اختصاص المحكمة الدستورية العليا. في كلام انها عايزه تعمل فيه رقابه سابقه على القوانين، وده موضوع مش هيبقى يعني لا مردود ومش كويس يعني. نعم نعم. لان رقابه المحكمه الدستوريه العليا على القوانين واللوائح بتبقى لاحقه، لان لما بيصدر قانون هي ويبدأ غير مفعله ويبدأ العمل بيه، هي مجرد مراقب على تنفيذ هذه القوانين، ويبدا العمل بيه، بتظهر عيوب هذا التشريع او هذا القانون. نعم. الرقابه اللاحقه ما يعني قبليها بيقول المحكمه الدستوريه ان القانون ده دستوري مطابق للمواد الدستوريه او غير مطابق، وبالتالي بيغل يدها عن ان هي تنظر دستوريه هذا القانون حتى بعد ما تظهر عيوب عند تطبيق هذا التشريع. برضو حبت في يعني تعدل في بعض الاختصاصات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في التعيين، تعيين الأعضاء وتعيين الرئيس، ولكن ما انتهوش إلى الآن إلى أمر معين بشأن هذا. خلينا نقول يا سيادة اللواء إن المصادر متشعبة والأسباب متعددة ومتدرجة في الحدوث، يعني إحنا ما وصلناش لنقطة محاولة تقييد أو لليد الدستورية العليا في بعض الأمور إلا بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا لبعض القرارات دخلت في الإطار السياسي للدولة، ومنها موضوع مجلس الشعب وعدم دستورية إقامة مجلس الشعب بعد قيام ثورة 25 يناير. إذن الموضوع متدرج، فده هيدخلنا في سؤال خاص بهل بعض القرارات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وأنا عارفة أن حضرتك هتتحفز عليا، نعم، ممكن أن يشبه نوع من التسييس، وخلي اغفر لي جهلي. لا يا فندم، فأنا لا 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 أحاول لا 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 أن لا لا. أوضح لا. بعض الأمور لشبابنا نفهمه مصدر المشكلة فيه. هو بصي حضرتك، عشان نقدر نقول أن هناك حكم صادر من محكمة مسيس، ما ظنيش بعد ثورة 25 يناير أن في حكم قضاء مسيس. وأنا مقتنع أنه قبل ثورة 25 يناير لم يكن هناك حكم مسيس، ولكن ممكن يكون هناك حكم والتمس روح القانون وليس القانون. نعم. ليه؟ تخوفات لظروف معينة. لكن مش حد قال له اصدر الحكم ده بيصدره. نعم. لا، ما هو فيه القانون وفيه روح القانون. يعني ساعات واحد بيبقى سارق فعلا، والقاضي بدل ما بيديله مثلا 5 سنين بيديله 2 شهر، بيديله 6، رغم ان هو عارف ان هو سارق، ولكن هناك اعذار معينه وظروف معينه انتابت هذا الفعل الاجرامي، خلت القاضي يتعاطف معاه، خلت القاضي يرحمه، لان برضو في الاول وفي الاخر انما الحكم في اطار القانون وفي اطار القانون ومن عند الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى. وكان هناك قصه دايما تسرد عن أحد السادة القضاة العظام، إنه وهو بيكتب حكم الإدانة القلم اتكسر، فعاد التفكير مرة أخرى، وتاني يوم كتب حكم براءة، لأن الحكم من عند ربنا سبحانه وتعالى. القاضي ما هو إلا أداة بيصدرها، طبعا بيصدرها طبقا للقوانين والمستندات والمواد اللي قدامه والمطروحة اللي قدامه، فما نقدرش نقول إن هي مسيسة، ولكن ما هو القاضي بيحكم طبقا للظروف، طبقا للمعطيات اللي قصاده، مش عاوز يعمل برضو مشكله في البلد جامده جدا تاثر فيها. نعم. وبناء عليه بيبقى القاضي بيحكم بالروح بتاعه القانون، والقانون مش معناه ان هو مسيس حتى في النظام البائد. يعني لازم، انا من رايي وانا رجل قانون،
أنا من رأيي إن إحنا لابد أن نحافظ على هذه السلطة على قدر ما نستطيع، لأن هي اللي باقية دلوقتي. يعني هي الضمان. هي الضمانة لكل واحد. أنت حضرتك لو اتخانقتي معايا في الشارع، لو أنا خبطت عربيتي وأنت خبطت عربيتي ورحنا قدام حد، هنروح فين؟ ما هو الضابط بيودينا النيابة، النيابة بتودينا للقاضي. القاضي ده هو اللي بيفصل ما بيني وما بين حضرتك، وبيديك حقك وبيديني حقي. يبقى أنا لازم أضمنه وحافظ عليه وسنده. وسنده من إيه؟ منه أجعله مستقل، لا يخضع لا لتيار سياسي ولا تيار ديني، لا الجاه ولا المال ولا المال ولا السلطة ولا التوجه السياسي. ده احنا لازم نزود لهم مرتبتهم، لازم نديهم حوافز تاني، عشان في الأول وفي الآخر إذا كان هناك نظام قضائي ناجح ويعطي كل ذي حق حقه، صدقيني العدل هيشمل جميع ربوع الوطن. سيادة اللواء طه سيد طه، نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية سابقا، والأستاذ حسن أبو العنين المحامي بالنقد، هستأذنكم في متابعة التقرير التالي. تفضل. تفضل. استقلال القضاء لضمانات يجب أن تنفذ أولا، يعني يجب أولا أن ينص عليها في الدستور القادم بصورة واضحة، زائد إن هي تنفذ. أول حاجة يعني أنا بطلعي على مسودة الدستور في اللي هي الأولى ديت، لم أرى ضمانات لاستقلال القضاء. هي ذكر كده على يعني سريعا كده، يعني أنا بعتبرها سقطة منهم، يعني إن هم قالوا أن القضاء مستقل في المادة، نتذكر في المادة 52 أو حاجة زي كده. لكن في نفس الوقت القضاء عمره ما هيكون مستقل من غير ما أن يكون في استقلالية ما بين القضاء وما بين السلطة التنفيذية. إزاي النهاردة وزير العدل هو من السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت هو اللي بيعمل الحركة القضائية للقضاء، وهو النهاردة اللي ما زال هو المسيطر والقائد للتفتيش القضائي. طيب يبقى إذن ما فيش استقلالية، في هنا دلوقتي إشراف من رئيس الجمهورية على القضاء، لأن وزير العدل اللي بيعينه رئيس الجمهورية. فهنا ما فيش استقلال للقضاء خالص، يجب أن يستقل التفتيش القضائي والحركة القضائية عن وزير العدل. دي جزئية هامة جدا. الجزئية الثانية، يجب أن يستقل كسب الغير مشروع عن وزير العدل أيضا، لأن الكسب الغير مشروع ده بيجري تحقيقات وبيقدم المحاكمات، ومن حق وزير العدل أنه هو ينتدب قاضي للتحقيق، يعني هو كمان بيمثل النيابة العامة، يعني بديل للنيابة العامة قاضي التحقيق، زي القضايا اللي هي تم تحقيقها زي موقعة الجمل. ما موقعة الجمل دي عن طريق قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل. فإذا وزير العدل كونه في منصبه بيمارس عمل قضائي وبيمارس عمل في إشراف قضائي، إذا لا يوجد استقلال للقضاء، وده أمر خطير جدا إحنا بنعاني منه. ويجب هنا استقلالية القضاء تكون واضحة وصريحة وتنفذ. الجزئية الثانية، إزاي أنا النهاردة أكون مستقل قضائيا وأنا في سلطة أعلى مني في القضاء؟ إيه هي السلطة الأعلى مني؟ تخيلي حضرتك أن مسودة الدستور فيها نص في المادة تقريبا 134 بتنص على أن رئيس الدولة له حق العفو الرئاسي، العفو عن العقوبة، وله حق تخفيف العقوبة. إذن مهما أنا أصدرت من أحكام، يبقى في سلطة أعلى مني تستطيع أن هي تخفف العقوبة وتعفو عن العقوبة. وده لا يصح، إن هو هنا أيضا تداخل ما بين السلطة التنفيذية وهو رئيس الدولة في أعمال القضاء وفي أحكام القضاء. يترتب كمان عليها أن أنا أفاجأ بأن المحكمة الدستورية العليا بيتم التداخل فيها بصورة غير عادية من السلطة التنفيذية أيضا، بيتقلل من اختصاصاتها وبيقلل من دورها، وبنصنع من المحكمة الدستورية العليا محكمة شكلية فقط وليست محكمة موضوعية، لأن مسودة الدستور بتقول أن المحكمة الدستورية العليا هي محكمة تفصل في الشكل ولا تفصل في الموضوع. دي حاجة خطيرة جدا. ومش بس كده، ده أنا كمان بيقول إيه، أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يتم حصر عددهم وشكل المحكمة من خلال القانون. طب هو مين اللي هيحط لي قانون؟ السلطة التشريعية اللي بتحط القانون، اللي هي مجلس الشعب. يبقى معنى كده، هل يصح ان مجلس الشعب هو اللي يحدد لي عدد القضاة بتاع المحكمة الدستورية العليا، ولا يصح ان مجلس الشعب هو اللي يحدد لي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ الكلام ده هنا ما ينفعش ابدا. هنا لا يوجد استقلال للسلطة القضائية. فطبعا احنا
النهارده في عصر ما بعد الثوره وما بعد حريه التعبير عن الراي وضمانات استقلال القضاء، فين الكلام ده كله؟ فين الشفافيه؟ فين الحريه؟ فين النهارده يعني ازاي احنا نستطيع ان ندفع مصر للامام وتتصرف بحريه وتتصرف بضمانات حقيقيه، واحنا النهارده ما زلنا لغايه دلوقتي بنفصل دستور على مقاسنا، على مقاس السلطه الحاليه اللي هي ما بين الاخوان المسلمين وما بين الرئيس الحالي وما بين مجلس الشورى الحالي. يعني احنا بنفصل دستور على مقاس الوضع الراهن في مصر النهارده شكله ايه. القضاء والدستور ومسودة الدستور الواضح انها يعني عاملة مشكلة كبيرة قوي بالنسبة للقضاء. سيادة القاضي أمير رمزي يعني فصل بعض الأمور في داخل مسودة الدستور، يعني هي تقييم متخصص تماما. رأي حضراتكم في اللي قاله؟ هو الحقيقة يعني أنا ما اطلعتش على المسودة الأخيرة لأن المسودات بتتغير كل فترة. طبعا يعني هو أنا كنت لسه أقول لحضرتك أنهي مسودة 14 10 ولا 20 10 ولا 22 10 ولا اللي لسه هتطلع. ولكن المسودة إذا كانت أنا حاسة أنه بدل لسه بتتغير ولسه ده خير، يعني أنا ما فيش أمر قاطع ونهائي، كل شيء وارد وقابل للنقاش وقابل للتراجع وقابل للتعديل، بس هناك احتمال اخر ساعات، وهو ده المفروض المطلوب من الجمعيه التاسيسيه للدستور، الحوار والمناقشه. بس هناك احتمال اخر، اتفضل، انها تكون بالونه اختبار. هي في حد ذاتها وسيله من وسائل اختبار الراي العام، وفي حد ذاتها وسيله للتعديل، وسيلة حتى لو التعديل كانت بالونه اختيار اختبار، لان اكيد رد الفعل ما بيبقاش قليل من القضاء والمحامين. مش كده ولا ايه ست اللي هو بالظبط يا فندم؟ هو في الحقيقه يعني احنا ما اطلعناش على المسوده النهائيه، نعم، او لغايه دلوقتي ما استقروش على مسوده نهائيه، نعم. ولكن اذا خرجت مسوده بتتضمن الكلام اللي بيقوله سيادة المستشار أمير رمزي، نعم، فده هيبقى جور على استقلال القضاء. هو يعني أنا هقول يبقى جور على مصر بالضبط كده، ما هو احنا بنقول مش استقلال القضاء دي ضمانة لحماية حقوق المواطنين، نعم، يبقى أنت بتجور على حقوق المواطنين. ليه المحكمة الدستورية العليا ليها النصيب الأكبر من محاولة التعديلات والتغييرات في الشكل القائم؟ هقول لحضرتك حاجة، طبعا احنا زي ما اتفقنا ان ابو القوانين هو الدستور، واللي هيحكم اي قانون بعد كده هيطلع هو الدستور. هو النزاع ليه على الدستور؟ لان بناء على اللي ما يكتب في الدستور وما ينص عليه سيتم تعديل جميع القوانين بعد كده بحيث انها تعاد توافق ما تم وضعه في الدستور. المحكمة الدستورية شغلتها ايه؟ تبص تشوف اي قانون مطابق للدستور ولا لا، هي دي شغلتها، يعني هي المناوئ الاول أول لاي شكل من الاشكال غير المقبوله من قبل الجمعيه هي الدستوريه، هي حائط الدفاع الاول للوطن. جميل. وللمواطنين. جميل. فعشان كده الاحتكاك الهجوم دايم عليها اكبر. نعم. سياده اللواء طه سيد طه، من ضمن ما ذكر في التقرير التعقيب على احكام القضاء والرغبة في زيادة السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في العفو أو في التعديل أو تغيير الصادر من القضاء، هل هذا وارد؟ هو عشان خاطر يبقى فيه دولة قانون لا رقابة على القضاء إلا ضمائرهم والقانون. فيه طرق بقى موجودة بيبينها القانون للطعن في الأحكام، في حكم بيصدر من محكمة الجنح أو المحكمة الجزئية ممكن الطعن على هذا الحكم خلال المدة المقررة في القانون أمام محكمة الاستئناف. إذا ما صدر حكم من محكمة الاستئناف له الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض. يتساوى في ذلك الأفراد ورئيس الجمهورية؟ القانون على الناس سواء. نعم. كذلك الأمر بالنسبة لمحكمة الجنايات، إذا ما صدر حكم من محكمة الجنايات فهو قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض في
المدد اللي بيقررها القانون. دي الطرق اللي بينص عليها القانون، مش عشان خاطر رقابة على القضاء، لا، عشان خاطر تصحيح أخطاء القضاء. الأخطاء، احنا بشر، قد يكون الحكم فيه خطأ معين، ودي منصوص عليها في القانون، خطأ في تطبيق القانون، خطأ في تفسير القانون وتأويله، تعسف في الاستنتاج، فساد في الاستدلال، قصور في البيان. دي المعايير المعينة اللي ممكن الطعن على الأحكام أمام المحاكم المختصة وفقا للقانون. ولكن نقض الأحكام ده أمر غير مقبول على الإطلاق، ده أنا بعتبره إكراه معنوي، بل قد يصل إلى إكراه مادي على القضاء أثناء نظر الدعاوى. لا يجوز على الإطلاق، في خصوبة معينة، فيه مدعي وفيه مدعى عليه، فيه طرق بينها القانون لتصحيح الأحكام إذا كان فيه أخطاء. طبعا الأخطاء بتبقى غير مقصودة، نعم، ما فيش حكم بنقول لأن بيّن هل هو خطأ في تطبيق القانون، هل هو خطأ في تفسير القانون أو تأويله، نعم، هل فيه فساد في الاستدلال، هل فيه تعسف في الاستنتاج، نعم، هل فيه قصور في البيان. كل هذه الأمور بتنظرها المحكمة المختصة طبقا للقانون. المتضرر من الحكم الذي يصدر من محكمة معينة عليه أن يلجأ للطعن في هذا الحكم أمام المحكمة المختصة. ماذا عن مبدأ العفو؟ مبدأ العفو ده يعتبر نوع من أنواع النقض بالأحكام؟ لا لا لا، العفو ده مش موجود في الدستور. نعم، دي العفو موجود في القانون. أحكام بتصدر من المحكمة معينة، القانون بيدي لرئيس الجمهورية حق العفو أو العفو الشامل، يعني حتى محو أثار الجريمة بالكامل. أنا أعتقد أن دي سلطة لا يجوز تركها لأي سلطة أيا كانت، في قانون، في متضررين. هل يمكن وضع قيود عليها ولا لا؟ هي مش قيود بقى، نعم، لا، القانون تلغى، 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 لأن ما ينفعش حضرتك. يعني أنا هكمل كلام سيادة اللواء. النهاردة لو هناك قضية جنحة بتنظر أمام قاضي واحد، إذا لم يلقى الحكم قبولا من أحد الخصوم فله أن يستأنفه. بيستأنف أمام محكمة الاستئناف، بتبقى من ثلاثة قضاة. إذا حدث خطأ في تطبيق القانون من هؤلاء الثلاثة يتم نقض الحكم. بتنظروا دايرة من 16 مستشار كلهم بقى يعني أساتذتنا. ماذا لو كان هناك خلفية سياسية وعلاقات دولية يمكن أن تتأثر إذا لم يتم العفو؟ حالة لا ووجدناها في ال... الله في يفندم الدول المحترمة، نعم، يعني لما الناس اتكلمت، نعم، على الشيخ عمر عبد الرحمن، ورئيس الدولة قال إن هو هيتدخل، صدر بيان من الولايات المتحدة الأمريكية قالوا إن احنا عندنا قضاء وقضاء محترم وهو مدان ويعامل معاملة جيدة في السجون، برغم إنها قضية سياسية أولا وأخيرا. يعني هو كان مدان في أنا بتكلم على أساس إن أنا طرحت السؤال إن في مشكلة دولية، في مشكلات دولية ممكن تحصل دي وغيرها، يعني مثلا الجواسيس اللي كان بيتم تبادلهم وإحضار نوع من العفو المبدئي عنهم، الحاجات دي كلها كنا بنشوفها وبتحصل. فمدى القيود اللي ممكن توضع على مثل هذه الأفعال إذا كان ولا بد أن يكون في سلطة رئيس الجمهورية العفو، فلا بد من تقييده إلى أقصى الحدود. يجب الرجوع للقضاء أولا وأخيرا، وللقضاء والرجوع، نعم، للقضاء بحيث أن يكون فيه مصلحة عليا تتحقق للدولة، نعم، في هذه الحالة ممكن الرجوع للقضاء في مثل هذا الأمر. أنا بس هتدخل في الموضوع ده، هو احنا ليه بنقول إذا كان لنا مصالح مع دول أخرى؟ نعم، هل سمعتي حضرتك عن دولة بالخارج أفرجت عن حد عشان بينها وبين مصر علاقات؟ عمرها ما حصل، ما يقدرش، ما يقدرش. ليه؟ لأن هناك مساواة بين جميع المواطنين في تطبيق القانون. ما هنا من النهاردة ما ينفعش برضو إن واحد يتحكم عليه بعقوبة 25 سنة ولأي سبب كان
يعرف حد في الرئاسة، مش هقول يعرف الرئيس، لا يعرف حد في الرئاسة أو صاحبه أو يعرف الرئيس. نعم. يقوم يصدر له عقد. أو كان رئيسا. أو كان رئيسا. يعني ما نحن قمنا بثورة ليه وحطينا رئيس في السجن ليه؟ نعم. فلازم هذه المادة سواء العفو الشامل أو العفو الجزئي تلغى من القانون ويبقى جميع المواطنين أمام القانون سواسية. نعم. لأن برضو القانون كفل ضمانات كتير جدا، ده احنا بعد النقض عندنا التماس إعادة نظر. شوف قد ايه حضرتك القانون ادى ضمان للمتهم قد ايه عشان يحقق دفاعه ويثبت طلب اعاده نظر وده له شروط معينه. اعاده نظر له شروط معينه طبعا القانون بيحددها ما بيحسبهاش مفتوحه كده. احنا بنتكلم على ان ده احدى الضمانات الاخرى للمتهم ان يحقق دفاعه اذا كان في حاجه جديده ظهرت قدامه، القاضي غفل اي حاجه معينه. يجي بعد كده بعد كل ده ندي السلطه لفرد، هو رئيس جمهورية على عينه وعلى راسه، بس في الأول وفي الآخر هو فرد. ندي السلطة لفرد إنه يقرر يطلع ده وما يطلعش ده. طب ما احنا طلعنا الناس في الآخر اهو. هستأذن حضراتكم، احنا معانا مداخلة تليفونية. سيادة المستشار محمد مصطفى سالم رئيس محكمة جنايات الجيزة، اهلا بحضرتك معانا يا سيادة المستشار. اهلا سلم، اهلا بيك. اهلا بيك. الحقيقة احنا معانا في الاستوديو سيادة اللواء طه سيد طه نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية سابقا، والاستاذ حسن ابو العنين المحامي بالنقض. تحياتي بيهم جميعا ان شاء الله، وبنسعد بيهم وبارائهم الجليله الحقيقه، وبنسعد بوجود حضرتك معانا يا سياده المستشار. الحقيقه انا سعيد. احنا كان حديثنا وحوارنا عن المسودات المختلفه من قبل اللجنه الدستوريه العليا لمناقشه الدستور ووضع بنوده، راي حضرتك في وضع القضاء في هذه المسودات؟ والله يعني هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو البداية أصلا كان الغلط، بمعنى إن حكاية إن لازم كل الطوائف تمثل في الجمعية العامة لوضع الدستور، كلام مش مظبوط. يعني مع احترامي للجميع، يعني نعم، المفروض يبقى فيه خبراء على كفاءة عالية جدا في المتصرف. احنا كأننا بننشئ دولة جديدة، يعني كلامه صح. فيبقى الناس اللي بتحط الدستور دي، لما انا اجيب كل طوائف الشعب، ان طوائف الشعب عديده، يعني انا عايز مليون حد واحد بقى، يعني حد يمثل المهنيين ولا يمكن تمثيلها باي حال من الاحوال. فكان المفروض تبقى خبراء متخصصين في المبادئ العامه اللي بتحكم الدول من ناحيه نظام الحكم ومن ناحيه السلطات ووضع السلطات بعضها علاقتها ببعضها، وكلام الفصل بين السلطات، والكلام اللي بيتقال ده تعبير غير دقيق. مفيش حاجه اسمها فصل بين السلطات، هو ضمانه عدم هيمنه سلطه على سلطه اخرى. لكن لازم يبقى في تواصل بين السلطات عشان تبقى دوله طبعا، لان دي الدوله كلها تعتبر مؤسسه كبيره بتقوم على مؤسسات كتير، منها السلطه القضائيه ومنها السلطه التنفيذيه ومنها السلطه التشريعيه اللي هي السلطات الاساسيه اللي في كل دوله في العالم. هيمالت سلطه على سلطه، هو ده المفروض ما يبقى مرفوض. بالنسبه للقضاء، انا اعتقد ان الدستور 71 والدساتير حتى السابقه اللي لم يعمل بيها كانت بتضمن ضمانه لاستقلال القضاء بشكل او اخر، صحيح منتقص شويه ولكن كان الى حد ما مقبول. كانت مفعله كمان. يعني مفيش غير حاجه واحده بس، وهي ان السيد وزير العدل المفروض ان ده احد عناصر السلطه التنفيذيه، كان ليه بعض الهيمنه وبعض مش تدخل، ما اقصدش تدخل بالمعنى، نعم، لكن هي طبيعه وظيفته كده، نعم، ان ليه دور كبير في السلطه القضائيه، مع ان هو بيتبع السلطه التنفيذيه، نعم، لا يعتبر هيمنه من السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه، نعم. لو انفصل، وده ممثل في التفتيش القضائي وبعض المسائل مثل تعيين رؤساء المحاكم الابتدائيه، لو هذا الامر انفصل عن وزير العدل واصبح من شان مجلس القضاء الاعلى، هيكون افضل. هيكون افضل بكتير. جميل. وهيكون كده استقلال القضاء تام، يعني هو استقلال القضاء في مفهوم القضاء مستقل، يعني اقصد ايه؟ ان اي قرار في الدوله قابل للطعن. نعم. الطعن او مش الطعن بمفهوم الاحكام،
قابل للإلغاء من الرئيس الأعلى مباشرة لمصدر القرار. نعم. ما عدا القضاء. القضاء حكم القاضي لا يجوز إلغاؤه إلا بحكم قضائي آخر. كما تتفق. فدي نوع من الاستقلال برضه. نعم. إن ما جيش أنا أعمل حكم كمحكمة ما لا يصلح لوزير العدل ولا لرئيس الجمهورية حتى إنه يلغي الحكم. لازم يلغى بطريقة قانونية نص عليها القانون. نعم. وللأسف إحنا لقينا في الدستور حاجات كتير مش موضع دستور، المفروض تكون في قوانين. الدستور ده مبادئ عامه عامله ذات الغرفات كده. خلينا نقول يا سياده المستشار ان السبب في الاختيار من البدايه اللي انا قلتها في ان غير مختصين في هذا الشان. بالضبط يا فندم. نعم. بالضبط يا فندم. نعم. يعني انا مش عارف، كان بقى المفروض يمثل السواقين ويمثل هل يمكن تدارك يعني. هذا الامر هل يمكن، شايف حضرتك امل ان ممكن يتدارك هذا الامر ام ماذا؟ والله هو تداركه دلوقتي ما عادش ما عادش في كلام اسمه تدارك. المعايير الدستور بعد كام يوم هلاقيه مطروح للاستفتاء، فاصبح تداركه مساله. يعني كان الوضع الافضل من وجهه نظري ان احنا نعمل دستور مؤقت، بيان دستوري مؤقت تمشي بيه الدوله لمده سنتين ثلاثه او مده الرئاسه الاولى دي، وبعد كده في خلال الفترة دي يبقى ناس متخصصة تعمل الدستور الدائم اللي يحكم الدولة في الفترة الجاية، وتحدد فيه السلطات. يعني من ضمن الحاجات بصرف النظر عن موضوع القضاء، نعم، من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري حكاية ان رئيس الجمهورية لو حل مجلس الشعب او عايز يحل مجلس الشعب، نعم، بيعرض الامر في الاستفتاء للشعب، ولو الشعب ما وافقش على حل مجلس الشعب يعتبر الرئيس مستقيل من نفسه من تلقاء بقوه القانون. طب ما هو لو في حاجه في المجلس هو مش هيجي جنب المجلس بقى، ما مش هيلعب بالنار بمعنى اصح، يعني لانه هيحط نفسه في احتمال ان الشعب ما يوافقش على قرار الحل، يبقى هو بالسلامه. فدي مسائل اقصد اللي عمل الكلام ده ناس مش فاهمه يعني ايه دوله، مش فاهمه يعني ايه دستور، وده السبب الاختيار الاول اللي انا قلت عليه فضل. للاسف. لكن وضع القضاء في الدستور سلطه قضائيه او هيئه قضائيه والكلام ده كلها مسميات، ولكن طب يبقى السلطه الثالثه فين؟ لو قلنا ان القضاء هيئه زي ما ورد في بعض الـ يعني انا الحقيقه برضه ما طلعتش على المسوده كامله عشان اقدر اقول رايي، لكن انا من خلال ما بسمع في من الاطار العام للاحداث الجاريه. نعم. بالضبط. نعم. يا فندم. سياده المستشار محمد مصطفى سالم رئيس محكمه جنايات الجيزه، اشكر لحضرتك هذه المداخله. انا متشكر جدا. اشكرك يا فندم وسعيد بكم. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. حقيقة لو خدنا بكلام المستشار محمد مصطفى سالم هتقلب الأمور أصلاً على عقب. بس هو كلام صح. أكيد بمنتهى. كلام صح. أكيد. هو كان يلزم من البداية وجود خبراء لوضع الدساتير وهم كثر في جمهورية مصر العربية. للاسف لا احنا عملنا دستور دول كتير جدا. يعني خبراء من عندنا واساتذتنا. ايه دستور 71 يقال انه من يعني اقيم واثمن الدساتير على مستوى العالم. حضرتك فيعني خبره سابقه أغلب لا يستهان بها. احنا اللي حطيناها. نعم. اساتذتنا والخبراء بتوعنا هم اللي حطيناها. دستور اليمن ودستور الكويت ودستور العراق وحتى القوانين الوضعيه برضه. يعني زي ما هو قال كده سياده المستشار. ربنا يستر. ربنا يستر فعلا. ربنا يستر. جزء من حديث سيادة المستشار كان عن علاقة وزارة العدل بالقضاء العادي، وما نقدرش نقول نتكلم في النقطة دي قبل ما ندخل معانا القضاء العسكري، ونحاول أن نحلل لشبابنا ونعرفه بمعنى القضاء العسكري والفارق بينه وبين القضاء العادي. سيادة اللواء لو هو في الحقيقة كويس أوي أنك طرحتي السؤال ده، لأن فيه لبس لدى حتى رجال القانون. نعم. في شأن القضاء العسكري والفرق بينه وبين القضاء العادي. نعم. لا يوجد فرق إطلاقا ما بين القضاء العسكري والقضاء العادي. نيجي نشوف الدستور بينص على إيه. يعني الدستور في المادة 183 قال القضاء العسكري منصوص عليه في الدستور في دستور 71 كذلك الأمر في الإعلان الدستوري. القضاء العسكري
ينظمه القانون ويحدد اختصاصه القانون طبقا للمبادئ الدستورية. نعم. لو رجعنا في قانون السلطة القضائية فيه شروط معينة لمن يتولوا العمل في القضاء العادي. ذات الشروط بل متشدد أكثر بالنسبة لمن يعملوا في القضاء العسكري. أولا قانون السلطة القضائية اشترط في من يعملوا في القضاء العادي أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. قانون القضاء العسكري قال لابد أن تتوافر في من يعمل في القضاء العسكري أو من يعين للعمل في القضاء العسكري أن تتوافر في الشروط المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية فضلا عن الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط الخدمة العسكرية والقضاء. لما نيجي في شرط الجنسية في قانون السلطة القضائية متمتعا هو متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية في نظيره في القضاء العسكري متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين يتمتعوا بهذه الجنسية. في قانون السلطة القضائية بينص على أنه يكون مجازة في القانون مجازة في القانون فقط بتقدير مقبول بتقدير جيد بتقدير جيد جدا. في قانون الخدمة للقوات المسلحة مجازة في القانون وبتقدير جيد لا يقل عن تقدير جيد. في قانون السلطة القضائية بيقول ان ما يكونش صادر عليه حكم من محكمة او من مجلس في جريمة مخلة بالشرف حتى ولو كان رد اعتباره. في قانون الخدمة للقوات المسلحة الا تكون سبق وان صدر عليه اي ثمة احكام. لما نيجي نعمل المقارنة دي نجد ان من يعمل في القضاء العسكري تتوافر له ذات الشروط واكثر شويه في من يعمل في القضاء العادي. ده مجازه في القانون ده مجازه في القانون ده باي تقدير ده لا يقل عن تقدير جيد ده يتمتع بالجنسيه ده هذا كذلك عن القضاء الأمر. ماذا عن من يتقدمون للمحاكمه في كلا لا ده انا عايز اضيف كمان النوعين. حاجات تانية. نعم اتفضل يا فندم. المحاكم واجراء المحاكمه المحكمه هنا علنيه وهنا علنيه. نعم مفيش يعني كذلك الامر درجات التقاضي هناك المحكمه العليا للطعون العسكريه وهي بمحاذاه محكمه النقض. نعم ده حتى درجاتها عامله معادله اللي بيعمل كذا بيعادل كذا واللي بيعمل كذا واللي بيشغل منصب كذا بيعادل كذا. لا فرق اطلاقا. طرق الطعن في الاحكام موجوده امام المحكمه العليا للطعون العسكريه هي ذات اسباب الطعن في الاحكام امام محكمه النقض. فساد في الاستدلال، قصور في التثبيت، قصور في البيان، تعسف في الاستنتاج، خطا في تطبيق القانون، خطا في تفسير ذات الشروط. ولكن في هجمه شرسه على القضاء العسكري لست ادري ما اسباب هذه. هو لحضرتك واحنا ده السؤال التالي. المتقدمين او من يتم محاكمتهم من قبل القضاء العسكري هل هم فقط العسكريين ام المدنيين ايضا؟ ودي هل في نقطه فرق او خلاف بين القضاء العادي والقضاء العسكري في هذا الموضوع ام لا؟ وده بقى اللي هيبرر لنا سبب الهجبه. هقول لحضرتك اتفضل. اختصاص القضاء العسكري بينه قانون القضاء العسكري. نعم. جميع الجرائم التي يرتكبها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحه هذا امر منطقي. نعم تمام. جميع الجرائم اللي بيرتكبوها العسكريون من الدول الحليفة بشرط المعاملة بالمثل إذا كانوا إحنا مظبوط ناسنا بتتحاكم هناك دول عسكريون موجودين على أرض جمهورية مصر العربية. نعم. العاملون المدنيين في القوات المسلحة في حالة خدمة الميدان فقط. نعم. لا غير. نعم. في غير خدمة الميدان المدنيين اللي بيعملوا في القوات المسلحة بيروحوا القضاء العادي بيتحاكموا أمام القضاء العادي. جميل. الجرائم التي ترتكب في أماكن عسكرية هذا أمر
يعني واقعي جدا جدا جدا. نعم. جريمة ارتكبت في معسكر أو في وحدة أو في طيارة عام. عسكرية. نعم. أو في مؤسسة عسكرية. نعم. اختصاص القضاء العسكري. نعم. الجرائم التي تقع على ممتلكات القوات المسلحة. تسرقي حضرتك ذخيرة مملوكة للقوات المسلحة، أنت اللي حطيتي نفسك في هذا الظرف، لابد وأن تكون المحاكمة أمام القضاء العسكري. ده إحنا بقى قلنا الجرائم كمان اللي بيبقى فيها مشترك فيها مدني وعسكري بتبقى اختصاص القضاء العادي. مظبوط. عشان خاطر فيها طرف مدني يرجع الاختصاص للاثنين امام القضاء العادي. الجرائم اللي بتقع على العسكريين اثناء وبسبب تاديه اعمال وظيفته اختصاص القضاء العسكري. هذا هو الاختصاص. جميل. الذي بينه القانون. كيف نصنف من تمت محاكمتهم أثناء ثورة 25 من يناير أمام المحاكم العسكرية؟ كيف تم تصنيفهم؟ المدنيين الذين تم محاكمتهم من قبل القضاء العسكري. تمام. في أي التصنيفات نضع هؤلاء؟ يعني منهم من هو ينطبق عليه اختصاص أو خاضع لاختصاص القضاء العسكري وفقا للمواد اللي احنا بيناها لحضرتك أو للأمور اللي احنا بيناها لحضرتك. منهم من خضع للمحاكمة طبقا للمادة 6 من قانون القضاء العسكري اللي بتقول ايه لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكري ايا من جرائم القانون العام. تمام. فكان فيه غيبة للشرطة المدنية. نعم. وكان ما فيش قضاء عام بيفصل في قضايا. هل من المنطقي ان الناس تترك ترتكب الجرائم كيفما تشاء دون محاكمة؟ كان في قضاء عادي، ولكن للاسف كان في نوع من السرعه في اصدار الاحكام لانها كان امور عاجله وحازمه في نفس الوقت. من الجهه المساعده للقضاء العادي؟ الشرطه المدنيه. الشرطه المدنيه من يوم 28 ما كانش فيه، لا توجد شرطه مدنيه. نعم. وبعدين الجرائم كلها اللي اختص بها القضاء العسكري وصدرت فيها احكام مين؟ بلطجيه، مغتصبين للاعراض، مهتكين للاعراض وغيرهم. ايا كانت، لكن حضرتك ما تنسيش ان نعم. من يوم 28 يناير الساعه 4 مساء باصدار قرار جمهوري بنزول الجيش نعم بتامين البلاد والمنشات العامه والمنشات العامه. نعم. اصبحت كل مصر تحت حكم القضاء العسكري والحكم العسكري. القضاء العسكري حمى المواطنين. حمى المواطنين. حمى مصر. واخد بال حضرتك؟ اللي بيوجهوا لي سهام قاتلة في بقت كل مصر منشأة عسكرية. كل المنشآت اللي موجودة. وبناء عليه تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري. نقطة أخيرة وفي عجالة يا سيادة اللواء، وزير الدفاع وعلاقته بالقضاء العسكري، هل هناك نفس المعضلة التي الموجودة ما بين وزير العدل والقضاء العادي اللي تحدث عنها سيادة المستشار محمد مصطفى؟ هيئة القضاء العسكري تخضع لوزير الدفاع إداريا. نعم. كل الإداريات اللي مطلوبة للقضاء العسكري بتبقى عن طريق وزارة الدفاع، ولكن كما ينص القانون لا سلطان على القضاء إلا ضمائرهم والقانون. يا رب دايما ان شاء الله يا رب في اعلى قامه واعلى مكان في نفوسنا وقلوبنا وعقول كل المصريين ان شاء الله يا رب. سياده اللواء طه سيد طه، نائب رئيس المحكمه العليا للطعون العسكريه سابقا، شرفنا بوجود حضرتك معانا. الاستاذ حسن ابو العنين المحامي بالنقد، شرفنا بوجود حضراتكم معانا وبمساهمتكم الجميله في تعريف شبابنا في قناه النيل للتعليم العالي ببعض المعضلات المشكلات التي يتعرض لها القضاء والقضاء في مصر في الوقت. شكرينا فندم. شكرينا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا من مصر. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.